السلام عليكم، أهلا بكم في حلقات أو محاضرات الهندسة المدنية السيفل انجينير. وفي الفيديو ده بقى ده المحاضرة رقم 6، وإن شاء الله بقى هنتناول فيه موضوع مهم جدا، ألا وهو الفورسز تايبس، أنواع القوة اللي بتؤثر في المنشأ سواء كان على بيم أو الأعمدة او على السيميلات او whatever. تعالوا بقى نشوف في الرسم دوت. المحاضرة دي بقى يا شباب بيعلموني بقى الحمل اللي هو اللود اللي هي القوة، وطبعا الحمل دوت او اللود دوت او القوة ديت هي عبارة عن ايه يا شباب؟ مؤثر خارجي. مؤثر خارجي بينشأ عنه بقى عدة قوة، فده اللي احنا بنقول عليه يا شباب ده الحمل اللي اللود. واللود طبعا دوت له بقى ايه تلات رموز، يا اما بقى بنعبر عنه بالبي او بالويت او بالفورس. طبعا دي كلها وحدات مين اللي ميجر يونت بتاعتها وحدات فورس قوة. فدي عندي قوة ايه بقى ايه؟ قوة خارجية او مؤثر خارجي. طب المؤثر الخارجي بقى هينشأ عنه ايه بقى؟ تعال نقول بقى هينشأ عنه ايه؟ خلونا بقى نقول ديت ايه بقى؟ رمزها بي، عندي لود اهوت وبيأثر مين يا شباب؟ مين على بيم. طبعا البيم ده بقى ايه؟ جزء من ايه بقى؟ من المنشأ نفسه. لان بقى في سلابه وفي بيم، ثم في الاخر بقى في كولم، والكولم طبعا دي في النهايه بتروح لبقى لقواعد وسيميلات. يعني في النهايه عايزين نقول بقى ان عند الفورس او اللود ده وعمال يتنقل من مرحله لمرحله، فاول حاجه اللود ده هيكون موجود فين؟ على السلابه، ثم السلابة الحمل ده أو السلابة متركزة أو محمولة على البيم، والبيم دي محمولة على مين؟ على الكولم، والكولم طبعا إيه؟ محمولة على القواعد والسملات. فالحمل ده بقى هيعمل إيه بقى؟ تعالوا بقى إيه نتكلم على برضو تطبيقات عشان نرجع نقول في النهاية يا شباب. فزي ما إحنا قلنا قبل كده يا شباب برضو إن الهندسة المدنية زيها زي الهندسة الكهربائية زيها زي الهندسة الميكانيكية كلها تطبيقات على علم الرياضيات. فهنا يا شباب فالحمل هنا بقى واللود ده مؤثر خارجي وبينشأ عنه طبعا قوة، وده تطبيق برضه يا شباب قلنا ايه على الرياضيات من ضمنها ايه بقى؟ قانون نيوتن الثالث. فطبعا احنا كلنا عارفين طبعا منطوق القانون ونصه، فهنا بتطبق هنا في الهندسة المدنية. القانون بيقول بقى ايه نصه؟ لكل فعل له رد فعل يساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فانا عندي هنا على البيم دوت في لود. اللود ده مين بقى؟ ده الفعل. فده الفعل، وبالتالي بقى هيش عنه ايه؟ طبقا بقى لقانون نيوتن الثالث رد فعل. رد فعل في ايه بقى؟ تعالوا بقى يا شباب نشوف هيحصل ايه. طبعا الشيء الطبيعي دلوقتي لو انت بقى تخيلت معايا المنظر، ادي عندي حمل اهوت متقصر على البيم عند النقطة A والنقطة B. فالقوة دي هنشأ عنها يا شباب، هلاقي عندي البيم دوت هو دلوقتي كان في وضع ستريت في وضع مستقيم، هلاقي عامل كده بالظبط. حصل له ايه بقى هنا؟ ايه زي انحناء، او احنا بنسميها يا شباب ايه؟ بندن. حصل له كده بالظبط. البندن ده بقى نشا عنه ازاي بقى؟ هتلاقي هنا طبعا ايه؟ طبعا كل طبعا شباب زي ما احنا عارفين كل بيم له مساحه مقطع، له مساحه مقطع. هتخيل بقى هنا ايه مساحه المقطع ديت في سنتر لاين بتاعتها
حاجة اسمها ايه، خط ايه، التعادل اللي هو النيوترال لاين، النيوترال او اكسس، النيوترال اكسس. هنلاحظ يا شباب هنا بقى ان في هنا في الاسفل هنا كده حصل ايه بقى، البيب ده مين بقى، تنشن، حصل له تنشن، شد. يبقى هنا حصل فين شد، وبالفعل تاني ايه بقى، طول البيم زاد اهو، يبقى اصبح شد. ليه بقى؟ معنى كده ايه بقى، ان فين هوت قوه في الاسفل نوت، حصل قوه شد. والناحية التانية برضو حصل عليها شد. يبقى حصل يا شباب ايه، في اسفل البيم هنا يبقى في قوة شد، تنشن عند السبورت ايه وعند السبورت بي، وده اللي خلى يا شباب يبقى ان يحصل انحناء او بندين للبيم نفسه من اسفل. طب لاحظ بقى الجزء اللي فوق، ده حد يقول ده ايه، ده الطول بتاعه قصر بعكس اللي تحت كان طول، حصل له اكستنشن تحت، لكن فوق حصل له بقى ايه، الطول ايه قل، يبقى حصل له هنا بقى ايه، كومبرنشن، ضغط. يبقى فينا ايه بقى، ضغط بريشر في الجي في الجزء اللي فوق. يعني انت عاوز تقول بقى ان تحت بقى، يبقى في الجزء الاسفل بتاع البيم حصل عليه شد، والجزء الاعلى حصل عليه ايه يا شباب، مين، ضغط بريشر. يعني عاوز تقول في النهاية بقى ان البيم حوالين النيوترال اكسس بتاعه اللي هو في السنتر ده، النيوترال اكسس حصل فوق كوبريشن، وحصل ليه يا شباب تحت مين، تنشن في الجنب اليمين، وفي نفس الشيء برضه في الجنب اليسار هنا برضه تنشن تحت، وهنا فين حصل كومبرنشن بي، وده اللي خلى ايه بقى يحصل بقى بيندين زي ما قلنا للبيم نفسه. يبقى اذا بعد بقى كورة الشد والبريشر والضغط حصل ايه يا شباب، مين، قلنا بندن. يبقى حصل يا شباب ايه بقى، ايه نتيجه للبريشر والتنشن، فنتيجه يا شباب بقى للتي التنشن والضغط البي، حصل ايه يا شباب بقى في اليمين، في مومنت بهذا الاتجاه، والناحيه التانيه برضه في مومنت في الليفت بهذا الاتجاه، اللي هو جاي منين بقى، جاي من التنشن للبريشر. فادي البيم اهو زي ما قلنا، هنا في تنشن، وهنا فوق في ايه، بريشر، ضغط. فهتلاقي بقى شايف بقى اتجاه القوه جاي منين بقى، من التي واحد البريشر، فلفت فين، في اتجاه المومنت ده، عمل هنا مومنت في اتجاه مين، ضد عقارب الساعه. الناحيه التانيه نفس الشيء هنا برضو، ادي في تنشن اهو، والجزء اللي فوق فيه يا شباب بريشر، فحصل هنا بقى ايه، ان الفورس بتاعت التي لفت فين، في اتجاه مين، ناحيه البي، فعمل مومنت ايه في اليفت، في الليفت، في اتجاه مين بقى، اليسار، من مين، من البيم. يبقى اذا دي بقى بنسميها شباب بقى النورمال فورس، النورمال فورسز نتيجة مين يا شباب بقى؟ نتيجة للإيه؟ إن في عندي لود اللي هو البي بقى أو الإف أو الدبليو، ونشأ عن النون فورس دي مين بقى إيه؟ مومنت. فدي كلها شباب مين بقى بنسميها internal forces، أو دي بقى تحت مسمى الرياكشن فورسز. يبقى قلنا بقى في البداية إن لما يكون عندي لود، وده لود طبعا ده ظاهري ومؤثر خارجي، يعني بالعين انت شايفه، لكن الانترنال فورسز بقى اللي هي بتقول لهم بقى النورمال فورسز
اللي هم التي والبي، والتي والبي دلوقتي هنشي عنهم مين في الاخر، بنشوف في صورة مومنت ان بلاقي عند البي مين حصل له ايه بيند هنا يا شباب. لكن انت مش شايف التي ولا البي، انت مش شايف التنشن ولا شايف ايه الفورس بتاعت الضغط، لكن انت شفت في النهايه في عندي ايه حصل ايه تقوس لاسفل او تحدب لاسفل اللي بيقول عليه البندن، تمام؟ او برضه في اسم تاني هنقول عليه بعد كده ان شاء الله بنيجي نتكلم عنه، حاجه اسمها طبعا الساجن والروجن. طيب يبقى اذا ده اول حاجه ان اللود دوت نشا عنده من يا شباب نورمال فورسز اللي هم التنشن في الاسفل والضغط في الاعلى البيم. وطبعا لو اللود بقى اتعكس بقى من الاسفل هتلاقي العكس، تمام؟ يبقى اول حاجه نشا عندي من يا شباب بقى ايه بقى كرد فعل، اول حاجه كومبرنسيف فورسز وتنشن فورسز، اللي تنتوا بيعملوا مين بقى يا شباب؟ دول بيسموهم في الاخر دولت تحت مسمى النورمال فورسز. دي نورمال يا شباب فورسز. النورمال فورسز دي بقى كرد فعل لمين؟ للود. طب دول هينشأ عنهم مين بقى؟ طبعا هينشأ عنهم زي ما شفنا بقى ايه مومنت في يمين وشمال مين؟ البيم نفسه. هينشأ عنه مين؟ اللي هي بعد كده هتلاقي هنا بقى اللي هو مين يا شباب؟ مومنت. يبقى لازم في الاول بقى احنا مش شايفين الكومبرنشن فورس ولا شايفين التنسايل فورس التنشن، لكن في ده شفت مين بقى بالعين المجرده؟ لو انت عندك طبعا اللود موجود على بلاطه وحصل لها طبعا بندن البلاطه او البيم ده، يبقى انت في النهايه بتجيب مين بقى البيم؟ فالبندن ده يا شباب نشا عن مين؟ عن التنشن. ممكن بنشوف طبعا الشكل في النهائي ان حصل ايه بقى ايه للبيب دوت، حصل له ايه يا شباب بندن نتيجه مين بقى للانترنال فورسز اللي هي الكومبرنشن والتنشن. طيب بعد ما يحصل بقى طبعا ايه عند بقى القيمه العظمى اهوت اللي هي الماكسيموم بقى بندن مومنت، هيحصل عند يا شباب مين حاجه اسمها بقى ايه شير فورس. دي برضه بقى ايه انترنال فورسز في صورة رياكشن رد فعل للود نفسه، تمام يا شباب؟ فدي يحصل عندها بقى ايه شير فورس. يبقى نقول في النهايه بقى ان ايه بقى تطبيقات الرياضيات طبقت هو طبقناها في الهندسه المدنيه في موضوع الاحمال، والاحمال طبعا دي قوه خارجيه او مؤثر خارجي، وطبعا احنا بنشوفه بالعين المجرده، لكن بيحصل بقى نتيجه للفعل دوت رد فعل كقوه داخليه internal forces في صورة طبعا النورمال فورسز اللي هم تحت بند مسمى قوه الضغط والشد، وكلهم بقى بيسببوا بين عندي البند مومنت. وطبعا احنا بنشوف طبعا بالعين المجرده بيحصل طبعا ايه ترخيم الكاميرا او بنسميها ساجن الكاميرا او تحدب لاسفل الكاميرا نتيجه لمين؟ طبعا حصلت ايه تحدب دوت يعني مومنت عزم، يبقى في قوه نشأت عنه او هي مسببه له اللي هي قوه الشد وقوه بين شباب الضغط. ثم بقى يعني بقى قوه بقى الضغط والشد اللي هي في صوره البند مومنت، يحصل بعد كده شباب بقى ايه قوه تبقى ايه قص شير فورس. الشير فورس اللي هتسبب بقى في النهايه بقى ايه ممكن تيجي تعمل بين ايه كما لو كان جبت لنا شباب مين مقص وحصل مين شباب شير، مش شير بقى شير القمر ديت او البيم دوت، فقسم الجزء ايه بقى بتاع القمر ايه الجزئين او النصين، فهتلاقي ممكن في النهايه القمر هي طبعا كانت متركزه اصلا على التير سبورت، فهتلاقي بقى ايه جزء من الكاميرا انفصل من البيم سو يعني، وجزء تاني اللي هي يا شباب مين المنظر ده كده، فهي اصبحت ايه لجزئين نتيجة للشير. فالشير ممكن طبعا ياخد جزء من دوت الاعلى وياخد جزء ايه اللي هو في الرايت، تخلينا نتكلم هنا بقى ده الليفت
وده وايت. فشايف انت هنا بقى ايه ده الشير اللي هو رمزه، بعد كده هناخد بقى الاف الفي سوري عشان بالفي. فشايف بقى الشير هنا اهوت ده الانترنال فورسز بقى، دي اخر حاجه خلاص نتجت عن مين؟ عن من البندنج مومنت، والبندنج مومنت نتج عن مين؟ على التنسايل وكومبريسيف فورس. فتلاحظ هنا بقى اتجاه الشير مين يا شباب؟ تمام، اتجاه اهوت مع مين؟ مع قارب الساعه. يعني انت عاوز تشوف في النهايه بقى ان الليفت دوت حصل له ايه؟ طلع لفوق بالمنظر ده كده، ادي السبورت اللي كان في الليفت، خد البيم ده كده رفع لفوق، والجزء اللي كان عند السبورت التاني خده فين يا شباب؟ لأسفل. يبقى جزء من البيم طلع لفوق بقى اب، جزء اللي بالبيم ايه داون، نتيجه مين بقى للشير. فده احد الاحتمالات اللي يحصل، يحصل لك الشير، وبالتالي بقى الشير جونا هنا ايه في اتجاه مين بقى دوت مع عقارب الساعه كلوك وايز. تمام يا شباب، وممكن يحصل العكس، ممكن يحصل العكس، ما الشير بقى لما ينتج ده بقى الشير. تعالوا بقى نمسح دي بعد اذنكم ونسيبها هنا في الجزء الثاني اهوت فوق، ان ممكن يبقى تلاقيها فين بقى؟ ضد عقارب الساعه. تعالوا بقى نجيب لون ثالث، ادي اهوت الجزء كان في الليفت، ده بقى هيحصل العكس، هيأثر فين بقى؟ ينزل لتحت، والتاني اللي كان في الجزء اللي رايت هيطلع فين يا شباب؟ لفوق. وابتدي شوف بقى ادي الشير اهو الانترنال شير ده، عاوز دي دي في. لاحظ هنا بقى اتجاه السلم فين يا شباب؟ اهو اتجاه الشير كنترول كلوك وايز ضد عقارب الساعه. يبقى كده يا شباب بقى قلنا بقى تعالوا نرجع تاني بقى، ان عشان ده نفهم بقى بعد كده في المحاضره الجايه ان شاء الله نيجي ده بقى نحل امثله ونفهم يعني ايه بقى بند المومنت وشير واكشن فورسز. ان طبعا لما قلنا ايه في الاخر بقى عندنا بيكون عندي لود، تمام، اللود طبعا ده هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل بقى انواع اللود وانواع السبورتس. فبينش عن الايه عن الـ عن الـ عن اللود دوت رد فعل، رد الفعل بقى ايه فينش عندنا شباب بين اربع حاجات بالترتيب كده، هتلاقي حصل تنشن وضغط الاتنين دول عاملين مومنت، والاتنين دول بيسميهم بقى شباب مين؟ النورمال فورس. بعد النورمال فورس ديت لما عملنا مومنت يجي بعد كده بقى يحصل بقى عليها شير، وطبعا بقى الشير ده هنتكلم عنه بالتفصيل ورسمه المومنت في المحاضره الجايه ان شاء الله. وكده يا شباب بقى يكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة، وأتمنى بقى يكون الموضوع عجبكم. ولو أنت بقى كنت أول مرة تشاهد القناة فبرجاء الشير والاشتراك بالقناة والإعجاب بالقناة، ودمتم يا شباب في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.